على شهداء غزة، وندعو النصر لغزة إن شاء الله، واللي راهم مرضى ومجاريح وكاع ندعو ربي إن شاء الله يشافيهم، وربي يوفق الجميع إن شاء الله، وقلوبنا كاع الجزائر كلها إن شاء الله متعلقة بال بفلسطين، ندعو لهم النصر إن شاء الله. وراه عندنا مع وكالة الراقمة هنا العمرة تاع نوفمبر هذه وديسمبر، يعني كان الطلب قليل، يعني الأسعار تاع العمرة كان السعر مرتفع كثير، كانت العمرة 25 مليون 24 مليون 23 مليون، يعني السعر السنة راه هبط، الأسعار تخفضت بزاف. البي تاع الطائرة كان 11 مليون 12 مليون 13 مليون، يعني السعر تخفض بزاف، راه 7 ملايين 8 ملايين 9 ملايين 10 ملايين البي تاع الطائرة، والفيزا فان تأشيرة فان كانت 7 ملايين 8 ملايين، هبطت الفيزا راهي 3 ملايين 3 ملايين و500، يعني راه طالب كثير على العمرة. التسجيلات رانا متواصلين مع الحجاج اللي سجلوا، وراه كاين طالب، يعني الحمد لله يا ربي عندنا الرحلة تاع نوفمبر وعندنا ديسمبر وجانفي وعندنا حتى رمضان، يعني التسجيلات راه كاين طالب تاع رمضان. والصدق والمصداقية دائما مع وكالة الرقيم. هذه الوكالة اختار اسمها صدفة أو عن قصد وكالة الرقيم، فهذا الاسم هو اسم مبارك القرآن، حيث قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أصحاب الكهف والرقيم. الرقيم هذا قال عنه العلماء معناه هو واد أمام أصحاب الكهف كان يسير، أو هو الجبل، أو هو الكتاب الذي كتبت فيه أسماؤهم، وهذا ما مال إليه يعني أكثر العلماء مصداقا لقوله تعالى كتاب مرقوم. هذه الوكالة بدون مبالغة وكالة مباركة، وأهلها أناس طيبون، بدءا من رئيسها الحاج عبد النور وأعضائها سي كمال وسي محمد وسي موسى وجميع الأسرة، فهم ناس طيبون، نسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق، لأن سافرنا معهم في رمضان الماضي ورأينا منهم بذل الجهد الكثير. يعني كل إنسان له سلبيات وإيجابيات، لكن إيجابياتهم أكثر، يعني يعملوا المستحيل في سبيل راحة المعتمرين، فنسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق والسداد. كيف بكل مسلم يوحد الله تبارك وتعالى ألا يهتز لما يراه من التقتيل والتشنيع والتمثيل بأخواتنا النساء وأبنائنا الصبيان وأبائنا الشيوخ؟ فمن يهتز لذلك فليس بمسلم، وليس في قلبه مثقال. ففلسطين تحرق أمام العالم كله وأمام المسلمين وأمام العرب، ولا واحد يحرر سكنا. هل هذه هي العروبة؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذه هي الرجولة؟ يعني كيف 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 ذلك؟ فنسأل الله تبارك وتعالى لهم الثبات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم. وإحنا بيدينا كخاوتهم من الجزائر، ومن خاصة من مدينة خميس مليانة، خاصة من وكالة الرقيم للسياحة والأصفار، إن شاء الله هذا الشيء أعطانا الحافز والقوة باش جميع كما نقول لك المعتمرين اللي هم يجوا عندنا نروحوا نقابلوا الكعبة الشريفة، وندعو دعوة صادقة من القلب إن شاء الله بربي ينصرهم. خلى العمرة الأسعار تاعها تنخفض حتى راهي رجعت ب 15 مليون 14 مليون، معناها الزوالي يقدر يروح ويؤدي عمره. ان شاء الله نشكركم بزاف بزاف ان شاء الله. وحنا يا كوكاله سياحيه وكاله الرقيم انا نقول لكم الصدق والمصداقيه، حنا نوعدوكم في الجزائر ونخدموكم في بيت الله الحرام. نشكر القناه الجزائر تيب على الحضور تاعها معنا، واليوم رانا مجتمعين هنا تنديد مع غزه، شهداء غزه ترحما على ارواح شهداء غزه، لندعو لشهداء غزة ولتحرير فلسطين من العدوان الصهيوني مع وكالة الرقيم للسياحة والأسفار، وإن شاء الله يكونوا المرشدين عند حسن ظن المعتمرين، وإن شاء الله ندعو لغزة لفلسطين بتحرير إن شاء الله الاستقلال، وندعو لشهداء غزة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.